السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل بقية الليسون 4. هنتكلم على الووتر بوليوشن. الووتر بوليوشن هو ايه؟ It is the addition of any substance to water which causes continuous gradual change in water properties that affecting health and the life of living creature. يبقى هو اي حاجة بتضاف للمية, اي substance, اي مادة تضاف للمية تسبب تغير في خواص المية زي الكلر او الاودر اللي هو الريحة, اوكي, او اللون, لون كلر او الريحة او التيست. يبقى خواص المية الطبيعية اللي احنا عارفينها, اوكي, لو اتغيرت سواء لون او ريحة او مذاق, ده هيأثر على الصحة بتاعت الكائنات الحية, وده اللي بنعتبره ايه؟ بوليوشن. اوكي, يبقى البوليوشن هو اضافة اي مادة او اي سبستنس للمية تجعل خواصها المعروفة تتغير سواء لون او ريحة او مذاق اللي هو الكالر والأودر والتيست. ماشي. طب الووتر بوليوتنت اللي هو ملوثات المياه ممكن تتقسم لنوعين: ناتشرال ووتر بوليوتنت وارتفيشال ووتر بوليوتنت. يا اما مصادر تلوث طبيعية او مصادر تلوث صناعية او من صنع البشر. artificial يعني من صنع البشر او صناعي, اوكي, لكن natural دي حاجة طبيعية بتحصل احنا ملناش يد فيها, اوكي. طب الناتشرال ووتر بوليوتنت دي ممكن تيجي منين؟ من الظواهر الطبيعية اللي هي الناتشرال فينومينا زي الفولكانيك ايربشن. الفولكانو بيطلع حمم بركانية ومواد كتير جدا منه ممكن توصل للمياه اللي موجودة في التربة وتلوثها. موت الحيوانات الحية, الحيوانات لو ماتت ووصلت الجثث بتاعتها للمية برضو هتلوث ايه؟ المياه اللي موجودة. يبقى death of living creature. Lightning a combining thunderstorm, لما بيكون في برق أثناء الشتاء, البرق ده بيعمل ايه؟ بيعمل تأين للمية للهواء, وبيخلي النيتروجين يتحد مع الأكسجين ويكون ايه؟ نيتروجين أكسيد. ده ممكن يلوث لي ايه؟ يعمل بوليوشن, اوكي, لي المي. طيب الارتفيشيال اللي هي بتنتج عن حياة الكائنات الحية نفسها, اوكي, سواء حيوان او انسان, اوكي, دي بتيجي من different human activities, من النشاط اللي بيعمله البني ادم من تلوث للبيئة عموما, اوكي, ودي بنقسمها لاربع اقسام. فالبني آدم هو مصدر كبير جدا لتلوث البيئة ومنها المياه. مصادر التلوث اللي ممكن تيجي artificial في أربعة زي ما قلنا, منها biological pollution, chemical pollution, وفي كمان thermal اللي هو حراري, والradiant pollution اللي هو التلوث الإشعاعي. ده تلوث إشعاعي وده تلوث حراري. اوكي, هنا هنيجي للتلوث البيولوجي او البيولوجيكال بوليوشن, وده بيجي من ميكسنج للانيمالز اند هيومن ويسترز ويز ووتر. يعني ايه؟ يعني مخلفات الانسان والحيوان لما بتيجي كونتاكت مع مصادر المياه بتاعتنا زي الفضلات بتاعت الحيوان او البني ادم بتاعت المجاري, ونصرف المجاري في نهر النيل مثلا او في البحر, ده بيسبب تلوث للمية اللي هنرجع عايزين نشربها بعد كده. طب ده هيسبب ايه؟ هيسبب انفكشن بامراض كتير زي البلهارسيا والتايفويد
والهيباتيتس، تيجي نتيجة ايه؟ صرف مياه المجاري في مصادر المياه اللي احنا هنشربها. طب الكيميكال بوليوشن دي بتيجي نتيجة discharging factories, residues and sewage in seas, rivers and canal. في مصانع كتير جدا بتصرف المخلفات بتاعتها في المية النيل او في البحار او القنوات المائية. المصانع دي المخلفات بتاعتها بتبقى chemical waste. الchemical waste ده مضر جدا بصحة البني آدم والحيوان على حد سواء. هيسبب له ايه؟ طبعا هو الchemical ويست ده اللي هتصرفه المصانع بيزود الكونسنتريشن بتاع مواد سامة زي الليد اللي هو الرصاص، زي الميركوري اللي هو الذيبة، وزي الارسينيك. اوكي، ودي كلها مواد سامة وضارة جدا بالانسان. هنلاقي انه eating fish which contains high concentration of lead cause brain death. الخلايا بتاعت المخ بتموت نتيجة ايه؟ ان انت تاكل اسماك فيها تركيز عالي من الرصاص. وطبعا جاء منين؟ جاء نتيجة ان السمك ده كان موجود في مية اوكي المصانع بتصرف فيها الكيميكال ويست بتاعتها. الكيميكال ويست وصلت لمية فيها اسماك، واحنا الاسماك دي اصطدناها وبعدين اكلناها. طبعا الاسماك دي بتتغذى على حاجات كتير جدا في المية، فبيبدأ الرصاص كميته تزيد فيها وبعدين تتنقل لنا لما نيجي ناكلها. ده هيؤدي الى ايه؟ الى موت خلايا المخ. ماشي. كمان زيادة الزيبة الميركوري اوكي في مياه الشرب ده ممكن يؤدي الى الايه؟ العمى، البلايدنس. اوكي، الارسنك كمان نفس الحكاية، ممكن يبقى سامي جدا لينا. تمام. هنيجي هنا نشوف رقم 3 اللي هي thermal pollution. بيبقى increasing the temperature of some water areas used in cooling of the nuclear reactor. المفاعلات النووية اللي هي النيوكلير رياكتور اوكي دي بيستخدموا فيها المية علشان يبردوا المفاعل النووي، لان المفاعل النووي بيبقى ايه؟ بيبقى hot. اوكي، طب عشان تبرده يستخدموا الميه عشان يبردوه، فالميه بنفسها كمان تبقى سخنه جدا. طب الميه السخنه دي هتعمل ايه؟ هتعمل ديس للمارين كرياتشر اللي هي الكائنات البحريه. نتيجه ايه؟ انا لما الميه هتسخن اوكي الاكسجين اللي هو دايب في الميه هينفصل عن الميه، هتبقى الميه من غير اكسجين. طب الكائنات البحريه اللي موجوده هتتنفس ازاي؟ هي بتبقى محتاجة الاكسجين اللي دايب في المية. طب انت سخنت المية ففصلت الاكسجين عن المية، بقت المية اللي عايشة فيها الكرياتشرز دي من غير اكسجين فهتموت. فهمت النقطة ازاي؟ هنا انا بستخدم المية عشان ابرد النيوكلير رياكتور، المية دي سخنت جدا فانا فصلت الاكسجين عن المية فما بقاش في اكسجين في المية، المارين كرياتشر هتموت لان مفيش اكسجين عشان تتنفسه. طب الراديانت بوليوشن برضو المفاعلات النووية بتطلع اشعاع اوكي، فدامبنج اوف ذا اتوميك ويستس ان اوشن اند سيز، انه برضو القاء النفايات النووية في البحار والانهار اوكي، او تسرب مواد مشعة من المفاعلات النووية. يبقى إلقاء المخلفات النووية أو تسرب مواد مشعة من المفاعلات النووية لمصادر المياه بتاعتنا سواء البحار أو الأنهار هيؤدي برضو لأمراض خطيرة جدا، زي أنه بنشوف حالات سرطانات كتيرة، incidence of cancer بتزيد. كمان بيحصل genetic mutation اللي هي الطفرات الجينية أوكي، ودي برضو بتعمل مشكلة كبيرة جدا، وده هيأثر بالتالي على حياة البني آدم الهيومن والأنيمال على حد سواء. ماشي. يبقى هنا لو بصينا هنلاقي انه في الثيرمال بوليوشن والراديانت بوليوشن الاتنين بيجوا نتيجة النيوكلير رياكتور اللي هي المفاعلات النووية.
الثيرمال نتيجة ان المية بتسخن جدا نتيجة ان احنا بنستخدمها في تبريد المفاعل، فينفصل الاكسجين عن المية فما يبقاش فيه اكسجين في المية فالكائنات الحية تموت لانه مفيش اكسجين تتنفس عليه. الحاجة التانية ان المفاعلات النووية بترمي مخلفات نووية او مواد مشعة تتسرب منها فتؤدي لزيادة حالات السرطان وكمان الطفرات الجينية اللي ممكن ايه اللي ممكن تحصل. اوكي، طب ازاي انا زي ما قلنا من شوية دلوقتي the nuclear reactor causes post thermal pollution and radiant pollution. وهنا كان في سؤال اللي انه الاجابة بتاعته ده انه thermal pollution ايه اللي بيحصل فيه او الاذى اللي ممكن يسببه لما التمبريتشر تعلى بتاعت المية، ايه اللي هيحصل؟ انه هنا الاكسجين اللي دايب في المية بينفصل عن المية فالكائنات الحية بتموت نتيجة انه مفيش اكسجين تتنفسه. طب البروتكشن اوف ووتر فروم بوليوشن، ازاي انا اقدر احمي مصادر المياه اللي انا بشربها من ان هي تتلوث؟ في سلوكيات كتير جدا لازم احطها في اعتباري وانا بتكلم عن حماية المصادر المائية وخصوصا عندنا ايه في مصر. انا عندي نهر النيل في مصر وعندي البحر الاحمر وعندي البحر المتوسط، دي مصادر المياه بتاعتي بالإضافة للمياه الجوفية اللي موجودة. إزاي أنا أحمي مصادر المياه بتاعتي دي من التلوث؟ أول حاجة إن أنا أمنع إنه المجاري يتم التخلص منها وخصوصا بتاعت المصانع، إن هي توصل لمية النيل أو البحار أو المياه الجوفية. يبقى عملية التخلص بتاعت المجاري لازم يبقى لها طريقة معينة ومظبوطة ولازم يتم تتبعها باستمرار وملاحظتها ان هي ما توصلش لمصادر المياه. الحاجة التانية كمان المصانع، ما ينفعش ان انا اسيب المصانع ترمي النفايات بتاعتها في اي مكان، لازم بيكون في ريجوليشن وضوابط ومراقبة للمصانع فين بترمي النفايات بتاعتها، ولازم يكونوا تحت المراقبة الدائمة، ولازم يكون في عقوبات للمصانع اللي ترمي اي نفايات كيماوية والتخلص منها في المجاري المائية. كمان ما ينفعش ان انا ارمي الكائنات اللي ماتت، الحيوانات الميتة في المصارف، زي ما احيانا ممكن تشوف في كلب او قطة او حمار او جاموسة مرمي في مصرف من المصارف بتاعت الزراعة، ده خطر جدا لان ده هيلوث للمية. الحاجة التانية ان لازم اعمل محطات لتنقية المية، ودايما يبقى فيه بريوديكال اناليسز، تحليل من وقت للتاني، اوكي، علشان اطمن على مياه الشرب صالحة للشرب ولا لا. يبقى محطات تنقية المياه لازم تكون دائمة تحت المراقبة، اوكي، وعشان اطمن ان مية الشرب صالحة. الحاجة التانية احنا عارفين ان دلوقتي فوق كل المساكن، اوكي، بنلاقي خزانات مية، خزانات المية دي لازم يتم تعقيمها وتنظيفها، اوكي، كل فترة علشان اطمن ان المية اللي جواها صالحة برضو للشرب. يبقى disinfection of the drinking water tank which are found on the roofs of the building also periodical manner. الحاجة التانية، الحاجة الرابعة هنا انه don't store the tap water in empty plastic bottles. ما ينفعش ان انا احط المية واحفظها في plastic bottles. البلاستيك بوتلز هنا هتتفاعل مع الكلورين اللي موجود في المية. الكلورين ده موجود في المية ليه؟ علشان يعمل disinfection. disinfection يعني عقم للمية، يقتل الميكروبات اللي فيها، اوكي. فلو انا حطيت المية دي في بلاستيك بوتلز، البلاستيك دي هتتفاعل مع الكلورين جاز اللي موجود في المية، وده ممكن يسبب لكانسر، يسبب لبعض انواع السرطانات، بيزود من احتمال الاصابة بالسرطان. يبقى لو حبيت احط مية يبقى احطها في ايه؟ في glass bottles، دي امن بكتير من البلاستيك bottles.
الحاجة الخامسة والأخيرة spreading environmental awareness among people to protect water from pollution. نشر الوعي البيئي ما بين الناس علشان هم بنفسهم يحموا مصادر المياه اللي بنشربها. يبقى لازم أوعي الناس وفهمهم إيه خطورة إلقاء المخلفات، أوكي، سواء بتاعة الحيوانات أو بتاعتنا أو مخلفات المصانع في مصادر المية اللي بنرجع إحنا نشربها. إحنا لو لوثنا البيئة اللي حوالينا والكائنات الحية اللي بتتغذى على الحاجات اللي موجودة في البيئة دي كمان تلوثت زي الأسماك والأبقار والأنعام والكلام من ده، بنرجع إحنا ناخد الملوثات دي كلها عن طريق أكل هذه الحيوانات. فيبقى إذن أخد بالي جدا وانا برمي اي حاجة مرمهاش في مصادر المية اللي بشربها، علشان في الاخر ما توصلنيش انا نفس الملوثات دي وتزيد حالات السرطان وتزيد عملية الامراض وتزيد الطفرات الجينية. اوكي، يبقى لازم انا انشر الوعي ما بين الناس، كل واحد يعرف ايه اللي عليه وايه اللي ليه. ما ينفعش انا ابقى برمي كل حاجة ولوث بيئتي وبعد كده اشتكي ان انا عيان مريض، ليه السرطانات زادت، ليه الامراض زادت، لان انا السبب فيها. انا لو حافظت على بيئتي انا هتكون صحتي مظبوطة. ده الدرس اللي المفروض نتعلمه من الكلام ده كله، وده الاهم، ان انا افهم ان انا احافظ على بيئتي. لو ما حافظتش على بيئتي يبقى في الاخر أستاهل اللي يجرالي. مفهوم؟ اللهم إني بلغت، اللهم فشل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا، مع السلامة.